أهلا بكم في قناة تويتا. علق المخرج خالد يوسف على وقف مسلسل الملك للفنان عمرو يوسف قائلا أن السينما ليس لها أي علاقة بالتوثيق التاريخي، وأن علم الفن له معاهد وأساتذة، والفيلم السينمائي يعتمد على الخيال وليس له أي علاقة من التاريخ، مؤكدا أنه عندما نناقش أي حدث تاريخي في السينما يكون من وجهة نظر، فممكن أطلع شخص عظيم جدا في فيلم وفيلم آخر أطلعه ديكتاتور، وإن المخرج ليه حق مناقشة أي شخصية تاريخية وفقا لرؤيته، وعادي ممكن أغير في شكل الشخصية التاريخية زي ما أنا عايز. وقال أنا لو عملت شخصية أحمس كنت هعملها برؤيتي التاريخية ليه، وكنت هعمله بطل، إنما صناع مسلسل الملك وضعوا على رقبتهم مسطرة التاريخ، يعني زنقوا نفسهم إنهم لازم يطلعوا شخصية أحمس كما كانت في الحقيقة. ووجه رسالة لعالم الآثار زاهي حواس، قال له روح اتعلم إخراج وهات محمد رمضان يعمل دور أحمس، ومش من حق أي حد أبدا يفرض ممثل على المخرج مهما كان. وكان الفنان محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام فيديو ظهر خلاله عالم الآثار الدكتور زاهي حواس يؤكد فيه أن رمضان هو الأنسب لتجسيد شخصية أحمس، تزامنا مع وقف تصوير مسلسل الملك لعمرو يوسف. وأضاف رمضان جزء من أغنيته أنا الملك معلقا شهادة اعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس. وقال رمضان أوعد حضرتك بإذن الله هنعمله فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم محمد رمضان أحمس 2023. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.